الله يعطيكم العافيه. معاكم كابتن عمر في هذا الفيديو، راح اشرح لكم تمرين الهاي كيبل فلاي او الكيبل فلاي من الاعلى. طبعا هذا التمرين بيستهدف الصدر السفلي، لانك انت بتحرك من الاعلى للاسفل بهذا الشكل. طبعا بنرفع القبضه للاعلى زي ما انتم شايفين هون. طبعا دائما تمارين الفلاي ما بنحط فيها وزن ثقيل، لازم نعرف هذا الشيء، لانه شغال فيها مفصل واحد، هي ايزوليشن موفمنت، بيشتغل فيها مفصل واحد. امسك الكيبل هذا الشكل، هاي تحب تحط رجل قدام رجل ورا، رجلتين جنب بعض، انت حر. الاهم انك تفتح بهذا الشكل، تمسك هذا الشكل، جسمك كله ثابت خلاص مع التقويس بالظهر. يعني انا هسه بتجرب عشان اوريكم انا هيك وضعيتي بالضبط، ظهري مقوس فاتح صدري وحنزل لتحت بهذا الشكل. هاي الوضعية الصحيحة عشان نحافظ على البوستشر الصحيح. هذا الشكل، الكتف دائما لورا، لو بدي اقدم الكتف راح يلتغى اداء الصدر او شغل الصدر، فاحنا نفتح الكتف هذا الشكل وقفلنا على العضلة من تحت، وها فتحنا قفلنا على العضلة من تحت بهذا الشكل. انا حاس فيها العضلة كان سكويزد، اهم شيء الصدر والكتف يضلوا مفتوحين لورا، لانه لو حكينا قدمنا زي هيك حيصير عندنا تشغيل لعضلة الكتف والصدر راح يبطل يشتغل. تمرين بسيط يحتاج تكون مستوى متقدم شوي، بيحتاج يكون معك حدا يراقبك في البداية، يكون عنده معرفة تامة في هذا التمرين كيف بنعمل، عشان يضمن 100% انك انت جسمك كامل وقفته صحيحة وعم تعزل جسمك وعم بتشغل فقط عضلة الصدر لوحدها. هذا الهاي كيبل، تمرين الكيبل من الأعلى. أتمنى تكونوا استفدتوا، ضلكم معي عشان فيديوهات ثانية.